من ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فهذا ولد غيره صلى الله عليه وسلم، يرحم النبي صلى الله عليه وسلم أمه لما يعلم من شدة وجدها حزنها من بكاء ابنها، ويرحمه هو لئلا ينصدع كبده من البكاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفارقه رحمة، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم.